السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في كلام في البيزنس. هل الأسواق كلها زي بعض؟ هل سوق المانجا مثلا زي سوق الحديد؟ هل سوق العربيات شبه سوق السمارت فونز؟ إيه اللي بيفرق ما بين الأسواق دي وإيه المشترك ما بينهم؟ الحقيقة الاقتصاديين قسموا الأسواق إلى 4 أنواع رئيسية، أول نوع سوق التنافسية الكاملة، وده بيكون فيه عدد بائعين كبير وعدد مشترين كبير، وبتكون السلعة اللي بتتباع هي نفس السلعة عند كل البائعين، زي مثلا القمح، زي الخضار، زي الفاكهة، في الاخر كلهم بيبيعوا نفس السلعه وتقريبا بنفس السعر. مفيش اي حد من البائعين يقدر ياثر على السعر اللي موجود جوه السوق. الناحيه التانيه تماما سوق الاحتكار. في سوق الاحتكار بيبقى فيه شركه واحده بس اللي بتنتج السلعه دي او بتقدم الخدمه دي، ومبيكونش فيه اي بدائل قريبه للسلعه او الخدمه دي. الشركه دي بتكون متحكمه تماما في السعر، لكن كل ما بترفع السعر كل ما الطلب على المنتج ده بيقل. صحيح ممكن تكون ارباحها بتزيد، فهي بتفضل ترفع السعر لغاية النقطة اللي عندها أعلى ربحية ليها. أي زيادة في السعر بعد كده بيقلل الطلب على المنتج ده وبيخليها تكسب أرباح أقل. ما بين نموذج الاحتكار والمنافسة الكاملة في عندنا نوعين كمان من الأسواق. سوق المنافسة الاحتكارية، السوق ده فيه عدد كبير جدا برضو من المقدمين للخدمة أو السلعة، لكن ما بيقدموش نفس الخدمة بالظبط، في اختلافات ما بينهم. كل شركة أو كل بائع بيقدر يتميز ببعض الخصائص عن البائع التاني، زي مثلا سوق المأكولات السريعة. في ماكدونالدز، في هارديز، بيقدموا الاتنين برجر، لكن كل واحد بيحاول يتميز بحاجة عن التاني. في الأسواق دي بيبقى عندهم قدرة على التحكم في السعر، لكن مش تحكم كامل، لأن أي رفع زيادة في السعر بيخلي العميل دايما يروح للبدائل. رابع نوع من الأسواق هو سوق احتكار القلة. الحالة دي بيبقى في عدد قليل من الشركات بيسيطر على أغلب السوق، بيقدموا سلع متشابهة أو متطابقة. متطابقة زي البترول، ومتشابهة مثلا زي السمارت فونز أو العربيات. شركات قليلة مسيطرة على أغلب السوق. في الحالة دي التسعير والقرارات الاستراتيجية مش بتعتمد على الشركة بس، هي كمان بتعتمد على رد فعل باقي الشركات. فمثلا لو في شركة قررت أنها تخفض الأسعار علشان تحقق ماركت شير اكبر، ده مش اكيد هيحصل الا لو باقي الشركات كمان ما نزلتش الاسعار. فممكن هي تنزل الاسعار، التانيين كمان ينزلوا الاسعار، ففي الاخر تفضل محافظة على نفس حصتها في السوق لكن تحت اسعار اقل. احسن حاجة للنوع ده من الاسواق ان المجموعة الكبار دول يتفقوا على العميل ويخفضوا الكمية ويرفعوا الاسعار ويكسبوا اكتر. طبعا اي اتفاق ما بين الشركات على العميل لتقليل الكميات ورفع الاسعار ده مخالف للقانون، لكن بعيدا انه مخالف للقانون، هو كمان الاتفاق ده بيبقى فيه صعوبات بتواجهه علشان يتم ويفضل مكمل وما ينتهكش من اي من الشركات اللي اتفقت هذا الاتفاق. في نظرية حط اساسها عالم الرياضيات الشهير جون ناش، اللي اتعملت قصة حياته فيلم اسمه A Beautiful Mind. النظرية اسمها The Game Theory. اشهر حاجة عشان نشرح النظرية دي حاجة اسمها The Prisoner's Dilemma او معضلة السجين. خلينا نفترض ان البوليس مسك احمد ومنى ومعاهم سلاح ابيض. عقوبة السلاح الابيض سنة سجن. البوليس شاكك ان هما الاتنين متورطين في جريمة اكبر من كده عقوبتها 20 سنة. البوليس ما عندوش دليل على الجريمة الاكبر، ما عندوش دليل غير على انهم شايدين سلاح ابيض واللي هي عقوبتها سنة واحدة بس. البوليس حقق مع احمد ومنى في غرفتين منفصلتين وعرض على كل واحد فيهم العرض التالي: لو اعترفت على زميلك هتطلع براءة وزميلك هياخد 20 سنة سجن، لكن لو هو كمان اعترف عليك انتوا الاتنين هتاخدوا 8 سنين سجن. لو انتوا الاتنين ما اعترفتوش فاحنا ما عندناش ادلة اضافية، فهتاخدوا السنة السجن بتاعة حمل السلاح الابيض. زي ما قدامنا كده في الجدول، قدام كل واحد فيهم 4 احتمالات: انه يعترف والتاني يعترف، في الحالة دي كل واحد فيهم هياخد 8 سنين سجن. ان هما الاتنين ينكروا وهما الاتنين هياخدوا سنة، او ان واحد يعترف والتاني ما يعترفش، في الحالة دي اللي يعترف هيطلع براءة واللي ما يعترفش هياخد 20 سنة سجن. احسن حاجه ليهم هما الاثنين ان هما الاثنين ما يعترفوش وياخدوا سنه واحده سجن. بس اعمل بوز للفيديو وفكر لو انت مكان احمد او لو انت مكان منى هتعمل ايه. بس خليك فاكر ان احمد ومنى ما يربطهمش اي رابط غير انهم عملوا جريمه سوا، فمفيش اي حاجه تضمن لواحد فيهم ان التاني مش هيعترف عليه. خلينا نقول احمد هيفكر ازاي. احمد هيقول لو منى اعترفت يبقى انا احسن لي اعترف عشان ما اخدش ال 20 سنه وعشان اخد بدلها 8 سنين سجن، كده هنبقى احنا الاثنين اعترفنا وخدنا احنا الاثنين 8 سنين. ولو منى ما اعترفتش انا احسن لي برضو ان انا اعترف عشان اخد براءة بدل ما كنت هاخد سنة واحدة سجن.
في الحالة دي أكتر حل مستقر بالنسبة لأحمد إنه يعترف، لأن ده الحل الوحيد اللي هيديله أحسن نتيجة بصرف النظر منى هتعمل إيه. لو رحنا لمنى الناحية التانية هتلاقي موقفها زي أحمد بالظبط، أحسن حل ليها بصرف النظر أحمد هيعمل إيه إن هي تعترف. في الحالة دي هما الاتنين وصلوا لما يسمى بناش إيكوليبريم، الحالة اللي هما الاتنين اختاروها ومستقرة، بالرغم إن هما الاتنين لو ما كانوش اعترفوا على بعض كان كل واحد خد فيهم سنة سجن بس، إلا إن الحالة دي غير مستقرة، بسهولة جدا حد فيهم يتحول من سنة سجن لعشرين سنة لو التاني اعترف عليه، فرغم إن ده أحسن نتيجة بالنسبة لهم لكن صعب جدا الاستقرار عندها. ده بالظبط اللي بيحصل في الأسواق، بيبقى أحسن للشركات إن هي تتفق مع بعضيها على خفض الكمية ورفع الأسعار، لكن الحقيقة إن مش ده اللي بيحصل. اللي بيحصل إن كل واحد بيختار الاستراتيجية اللي تحقق له أحسن عائد بصرف النظر باقي الشركات هيعمل إيه. الجيم ثيوري موجودة في حاجات كتير قوي، ممكن تشوفها في السياسة، ممكن تشوفها في الاقتصاد طبعا، ممكن تشوفها حتى في الأمور الحربية. فمثلا لو في دولتين في بينهم سباق تسلح، أكيد أحسن للدولتين خفض الإنفاق على التسلح، لكن اللي بيحصل العكس بالظبط، كل دولة بتروح للاستراتيجية الأحسن ليها بصرف النظر الدولة التانية هتعمل إيه، فبتكون دايما إن هي تنفق أكتر على التسلح. حاول تعرف السوق اللي أنت فيه، هيفرق كتير معاك في قراراتك الاستراتيجية وفي تسعيرك لمنتجاتك. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للبيج وشير للفيديو، وياريت كمان تسيب لنا كومنت، ده بيشجعنا جدا إن احنا نعمل فيديوهات جديدة. شكرا واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.